السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين يا اخوان خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كيف ما كتشوفوا يا اخوان خواتاتي، اليوم جبت لكم واحد الفيديو زوين. هاد القط مسكين، ها هو كما كتشاهدوا معايا مسكين، لقيتو مسكين في الزنقة كيدور ومكرفس. انا نوري لكم، ها هو شتوه مسكين، فمو خامج. هادي حالتو، ها كما كتشاهدو مسكين. دابا عطا شي قطعو ليه بالمقص مسكين، ها هو مسكين مكرفص. ها هو كما كتشاهدو القط مسكين، راه من نوع دا شيريز حطومي. ها هو مسكين كما كتشوفو، هذا راه ماشي ديالي. ها هو عما ما كان عندي هاد اللون هذا قط، هو ماشي قطة. ها هو مسكين، دابا نحاول نقطع ليه هادشي، نحاول نقطع ليه مسكين هذا اللي هنايا، هادشي اللي عنده هنايا مسكين. هذا مقص، ها هو نقطعو ليه هداكشي مسكين، حين دراسو السنان ديالو مسكين مهرسين كيف ما كتشاهدو. ها هو مسكين، ها هو وقع فيا الحال، وقع فيا مسكين. ها هو بنحاول بشوية نحيد لي هادشي إلا بغيت يجلس، نحيدو هنا بعدا شوية بعدا بشوية شافنا. مسكين هو خانج ليه هنايا، مسكين مشاري هنا مسكين. هو شوف فمو كي داير مسكين، هو فمو ما كتشاهدو معايا مسكين. ندير ليه شي دواء، ناخد ليه شي دواء نديرها ليه مسكين. هاو كاع داكشي اللي كنحب نحيدو ليه. صافي صافي صافي، متخافش متخافش، متخافش متخافش متخافش. مسكين هاكا ها سكين، مضروب تما ولا ما عرف، والله ما عرفنا شي اخوان. اللي عنده شي فكرة على هاد الضربة هادي، ولا يكون شي عظم على هرس ليه سنانو، ولا ضربة شي طنوبيل ياك، قلت لكم ضربة شي طنوبيل والو، ولا شي عظم وكان شي عظم اللي دار ليها هادشي هذا، هرس ليه سنانو شتي. سمعتو كاع تكالو. سكين هو مسكين، ماشي مريض وبصحته جيده، ولكن هاد الشيء كيوقع لهم، هاد الشيء ديال السنان كيوقع لهم. حيت عندي شي قطط انا صغار كنداوي فيهم حتى هما بحال هكا، خصني نحاول نحيد لي هاد الشيء هذا.
دابا كاين شي واحد يقولي عاش ما درتي اللي قالت ما درتي المرض ما درتي حتى حاجه. اخوان المرض ديال الله اللي غتجي عند الله مرحبا بها. مسكين راسنا ضروا كما كتشوفوا دابا انا لقيت له دابا هادشي باش من بعد ندير ليه الدواء ان شاء الله. صحتو مسكين صحتو ليك صافي صافي. شويه ديال البيطادين شويه ديال الكول صافي صافي صافي. شويه ديال البيطادين غادي باش نشفي هذاك الجرح ان شاء الله. غادي نمشي حال زوين تبارك الله قط زوين صافي من جيتي عندنا عندك الزهر يا قط هي نعم نعم مسكين هي عارف يعني جاي عندي هذا القط مسكين عنده مرض الوالدين اجي هنا نشدك هنا هي الشدة ديالهم صافي صافي. كيشبه لها ديك اللي عندك البيضاء التصرف ديالك حالة ها شباب كما كتشوفوا دابا درنا شوية ديال البيطادين شوية ديال الانكود من بعد مشيت للفرماسي نشوف ليه شي الدواء ديالو باش يبرى لي ديك السنان مسكين مهرسي ليه مسكين السنان كما كتشاهدوا مسكين راه ها هو مسكين ها دابا حيدنا هذاك الشيء الخامس قرب 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 انا شوف ها هو مسكين كما كتشوف معايا مسكين راه شي عنده خامس مسكين خامس ديال بصح صافي صافي ما تخافش ما تخافش ما تخافش قال لك هذاك السنان شنو فيهم قالت لك السنان سمك هكا شتي كدير خلاص صافي صافي اوب لا غير بويطيل متخافش 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 لا لا متخافش صافي صافي صافي
عافية. هو دابا درنا لها شويه كما قلت لكم شويه البيطاطين باش يبرد هذاك الصحي اللي البكتيريا عنده مسكين تما البكتيريا. من بعد ان شاء الله ندير شي طبيب ولا نشري شي دواء ديال السنان مسكين. راه شي عبد الاول اللي دار لي هذا الشيء هو اللي هرس لي مسكين السنان. صافي كينوض فيه تبارك الله. ها هو الزهر مسكين مكرفص لكن عايش في الزنقه ولكن هرب من موالي والله. ايوا هادشي اللي كاين اخوان ما تنساوش دير واحد الجيم وبارطاج الفيديو باش الناس تستافدوا ودير الخير في هاد المخلوقات. مسكين راه محتاج الجيم لينا بزاف. مسكين راه شحال وايضوا في الزنقه ما دافي حد ودخلتو مسكين بان لي بهاد الحاله هادو ودخلتو دابا الحمد لله. ودابا راه نخليه مع الخطر ما نخرجوش نخليه مسكين ترزق مع الخطر الاخرين. تبارك الله عليكم وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.